ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي للبيت يا بنات، تنظيف لكل حاجة، للأبيض، للمواعين، للغسيل، استعمال بس الغسالات العادية، نقع الأبيض، الهدوم اللي هي اللي فيها البقع المستعصية، للدهون، وهم 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 للدهون، بوتاجازات، للاستلس، للحواض، رخامات، لكل حاجة يا بنات. وحاجة احنا بنرميها في الزبالة، يعني حاجة احنا بنبتنا وبنرميها في الزبالة، لا احنا حاجة نستغلها يا بنات، وايه ونعيد تدويرها تاني، ان شاء الله تطلع معانا حلوة جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة يا بنات الصابون البلدي يا بنات، الصابون البلدي هنعمله من الزيت المستعمل، الزيت المستعمل اللي احنا بنتخلص منه، زيت بطاطس، زيت قرنبيط، زيت كبدة، الفيجيتور، اي زيت احنا بنعمل فيه مرة او مرتين وخلاص كده بيترمي في الزبالة، حرام. احنا نستغله وهيبقى معانا وصفة حلوة جدا، هتنضف معانا وهتنعم ايدينا جدا. يا ريت يا بنات لاول مرة يشوف الفيديو يتشرفني اشتراك في القناة فرع ويفعل الجرس وتشجعوني باللايك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت شير عشان وكمان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات كتير. هبدا الفيديو وهقول بسم الله. هعرف بقى الحاجه اللي معايا يا بنات، هتقولي ايه ده؟ هقول لكم، ده ليمون مسلوق يا بنات، الليمون، قشر الليمون اللي احنا بنعمل بيه سلطه، بنعمل بيه اي ايا كان، انا بحتفظ بقشر الليمون في الفريزر، اعملوا زي احتفظوا بقشر الليمون في الفريزر، وبعدين حوشوا كميه حلوه كده وتعالوا ايه نعمل بيها صابون مع بعض، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي حوشت كميه وسلقتها على البوتاجاز كويس جدا وضربتها في الخلاط، بس مش هصفيها، تمام كده؟ طيب معايا ربع كيلو صودا الكاويه، وهقول لكم هنحط عليه زيت قد ايه. كل حاجه يا بنات ليها مقادير وليها عيار عشان الحاجه تطلع معانا حلوه ومظبوطه، تمام كده؟ طيب معايا ازازتين زيت، يعتبر 2 لتر زيت من المستعمل، وايه وهصفي معاكم. طب هبدا الفيديو واقول بسم الله. طبق يا بنات فاضي، اي طبق عندكم مفيش مشكله يعني، تمام. انا جبت طبق ودي معلقه انا مش بستعملها، تمام، خليها للصابون بتاعي. طيب هعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ هقول لكم هعمل ايه. هنزل اول حاجه، تمام كده، باللي هو الليمون بتاعي اللي انا فرمته في الخلاط، تمام كده يا بنات اهو. هحاول بس احط عليه شويه ميه صغيرين عشان هو تقيل جدا، احط عليه شويه ميه صغيره. الليمون ده يا بنات وهم وهم وهم، اكتر حاجه كمان بتنظف الدهون وتنعم الايدين وتفتحها. خدوا بالكم برده من النقطه دي، اللي قشر الليمون ده يا بنات احنا بنتخلص منه وبنرميه في الزباله، لا احنا ما نتخلص منه، نحتفظ بيه وايه ونحطه في اي كيس في الفريزر ونحوش بيه كميه. هعمل لكم منه وصفات كتيره، ووصفات كمان للبشره والنضاره لكل حاجه يا بنات، حلو وهم صراحه جميل قوي. بصوا يا بنات انا ايه، عشان الليمون بتاعي انا كده ايه نزلت كده، تمام كده يا بنات. طيب هقلبه كده اهو، تمام كده، انا مش هصفي الليمون بتاعي، تمام اهو، خلاص الليمون نسلقه كويس جدا يا بنات عشان نضربه في الخلاط، يبقى نعمل زي كده. معلش اذا كنت انا بطول عليكم بس عشان بفهمكم كل حاجه نقطه نقطه ونمشي مع بعض. طيب هعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ خدوا بالكم انا هحط قبل ما احط الصودا الكاويه في حاجه تانية هحطها، تمام يا بنات. هحط يا بنات معلقه من معلقه من بيكربوناتو او كربوناتو ستوديوم، تمام يا بنات، بتباع عند اي عطار او اي عند علاف. كربوناتو يا بنات او كربوناتو الصوديوم اللي احنا بنعمل بيه الاكل وبنعمل بيه الطعميه، ده هيعلي من نوع الصابون قوي 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 يا بنات، وهيخلي جوده الصابون عاليه قوي، وكمان عشان الابيض والالومنيوم والكلام ده كله، تمام. انا هحطها كده اهو، بصوا يا بنات هتتفاعل مع، بصوا انا عايزه اوريكم التفاعل مع الليمون، بصوا هتفتح كمان اهي، بسم الله، بصوا شكل الكاميرا بتتهز، معلش، تمام كده يا بنات، تمام كده ابتدى الصابون بتاعي يفتح، بس عشان خاطر الكاميرا مش جايباه، عشان مشغلها يعني، بصوا اهو تمام كده. طيب هعمل ايه تاني دلوقتي يا بنات؟ هقول لكم هعمل ايه تاني، هنزل بايه تاني. طيب هننزل دلوقتي يا بنات، بس تاخدوا بالكم جدا ما يكونش جنبكم اطفال، ده صودا الكاويه البنات، ده ربع كيلو صودا الكاويه، تمام كده، هنزل بربع كيلو الصودا الكاويه وهقلب، بس تاخدوا بالكم من التقليب يا بنات اهو، تمام كده، خلاص هنقلب، نسيبها دقيقه عشان هتطلع ادخره، بصوا يا بنات اهي،
بصوا كمان لون الليمون بتاعي عشان فيه ماده حمضيه لونه بيبقى عامل زي الاورنج طبعا من غير ما نحط اللون ولا اي حاجه. بصوا استخدوا بالكم. بصوا الابخره يا بنات. بصوا حاولوا على قد ما تقدروا تبعدوا عن عنه شويه او تحطوا اكمام على بقكم او اي حاجه لغايه بس ايه ما يهدى شويه. تمام كده يا بنات اهو انا بس ايه بعدت شويه كده اهو تمام كده. بصوا هو سخن جدا خدوا بالكم برده ما يكونش جنبيكم اطفال تعملوا الوصفه دي. تمام كده اهو قلبناه خلاص كده. بصوا عشان خاطر الليمون كمان كمان ريحه الليمون كمان يا بنات تحفه 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 ان شاء الله. هعمل كذا فيديو عن الصابون البلدي ده بكذا طريقه كل طريقه احسن من الثانيه كل طريقه اعلى من الثانيه. هعمل ايه دلوقتي يا بنات خليكم معايا وانا هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. بصوا يا بنات انا هصفي الزيت معاكم تاني. تمام كده انا قلبت البطاطس كويس قوي. هبتدي انزل اول لتر من الزيت بتاعي. اهم حاجه لازم برده يا بنات نصفي الزيت عشان بقى فيه شواهد. تمام ميه الليمون تمام كوبايتين من المج اللي هو بتاع الشاي ما تزودوش عن كده يا بنات. مجين يعني تحطوا ميه وتغلوها وتحطوا فيها الليمون وتضربوها في الخلاط يا دوبك مجين عشان انا معيناها ونسيت معلش اقول لكم. تمام ادي اول لتر من الزيت وهقلب كده. تمام اهو هنزل باللتر التاني بتاعي. بصوا بيطلع ايه الشواهد بتاعتي. بصوا اي زيت يا بنات بتستعمله ما نرموش في الزباله. اول حاجه بيسد الحوض وتاني حاجه بيبوظ الصرف وانتوا عارفين لو رميناه في الزباله برده بيبهدل الدنيا. احنا هنستغله وحرام برده احنا نرميه في الزباله نستغله هنعمل منه وصفه حلوه جدا. انتوا عارفين الصابون البلدي ده كان ستي وستك وجدتي كانوا زمان ما كانش فيه ربص ولا الكلام ده كله كانوا بيغسلوا الصابون بتاعنا ده الغسيل والمواعين والكلام ده كله. انا يا بنات الصابون بتاعي ده مش هعمله بالدقيق انا هعمله من غير دقيق بدون دقيق بس هحتاج ان انا هقلب فيه شويه. بصوا يا بنات لازم تقليب شويه معلش هو من 10 دقايق لربع ساعه اقلب فيه شويه. وبعدين بصوا البطاطس سخن جدا تاخدوا بالكم على قد ما تقدروا وترجعوا لورا عشان تطلع بخيره زي ما قلت لكم. اقلب فيه شويه يا بنات كده وايه بصوا لازم هقلب فيه. انا مش عايزه افصل الفيديو صراحه عشان تشوفوا معايا الصابون بيتحول لونه ايه. بصوا نقلب فيه شويه كده تمام اهو نفضل نقلب شويه هو يحتاج من 10 دقايق لربع ساعه تقليب بس مش اكتر من كده. انا هقلب فيه شويه وارجع اوريكم برده ايه انا اقلب فيه 10 دقايق كده وارجع اوريكم يعني كل شويه اقلب وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا بنات انا لسه بقلب في الصابون اهو. بصوا بيبتدي يتقل معايا تمام كده. بصوا وبيبتدي يدي لون كريمي برده هفضل اقلب فيه برده تاني. تمام معلش هو هياخد بس شويه تقليب بس كده تمام يا بنات. طيب انا هقلب فيه شويه وارجع برده كل شويه اوريكم النتيجه ايه. تمام كده وحلو قوي يا بنات صدقوني جربوه. عارفين وهم يا بنات وهم 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 يعني ينظف معانا كل حاجه كل حاجه يخليها زي الفل. وحاجه مش هنستعملها على فكره ربع كيلو البطاطس او الصودا الكاويه اللي انا حطيته 7 جنيه ونص يعني مش حاجه. والزيت من عندنا من البيت ومعلقه الكربونات ممكن تجيبوها بتجيبوا من عند العطار ب2 جنيه كربونات يقعد عندك فتره طويله يعني الكربونات مش غالي بس صراحه هيطلع معاكم كميه كبيره جدا. هتقعد معانا وهتنضف معانا وممكن نبشرها ونحطها في قلب الغسيل. لو عنده غساله عاديه يا بنات ممكن هيبشره ويغسل بيه. لو مفيش غساله عاديه ممكن نبشره وننقع الغسيل بتاعنا اللي في البقع نحطه فيه وبعد كده نبقى ايه نعصره ونحطه في الغساله الثانيه. طبعا هقلب فيه شويه برده عشان الفيديو ما يطولش عليكم يا بنات. بصوا خد معايا تقليب بالظبط تلت ساعة تقليب لغاية ما تقل بالمنظر ده. أهم حاجة يا بنات عفوا أهم حاجة الصابون بتاعنا هيتقل. بصوا شايفين عامل ازاي يبقى زي عجينة البشاميل كده. تمام يا بنات اهو بصوا كده نفضل نقلب فيه شوية وما نقعدلوش لو ورانا حاجة ولا كده نستنى شوية ونقلب تاني. بصوا عايزة أقول لكم إن هو شكله زي الصابون الصلايط بالظبط ريحته كمان تحفة. الليمون يا بنات حلو قوي قوي لو اتكلمت عليه هاخد الفيديو كله على الكلام على الليمون. حوشوا يا بنات قشر الليمون زي ما قلت لكم في كيس في الفريزر. طب انا دلوقتي عايزه اعمل الوصفه دي وما عنديش ليمون ولا عندي قشر ليمون هعمل ايه؟ هعمل وصفه برده بس هعملها بالميه 2 مج من الميه. تمام يا بنات. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص كده تمام انا معايا صينيه اكل تمام كده هحط فيها كيسين. ممكن لو عندكم اي علبه من هي بتاعه الحذاء بتاعه الكوتشيهات برضو تمام بس عشان الكميه دي كبيره هيطلعوا يعني عايزه علبتين مش علبه واحده. فانا هحط في الصينيه دي عشان الصينيه دي كبيره معايا. طب انا جبت كيس
تمام كده، وقصيته شنطه يعني كبيره وقصيتها تمام. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هفرد السبانات اهو وهبتدي هسمي الله وهدله. بسم الله. وهو سخن على فكره، تاخدوا بالكم يا بنات جدا ان هو سخن. بصوا يا بنات طلعت النيه كمان كبيره معايا جدا. بصوا يا بنات احاول افرد كده عشان خاطر ايه، بصوا اهو تمام كده اهو، حلو جدا يا بنات صدقوني جربوه، بينظف تحفه تحفه تحفه. كمان الليمون بينعم الايدين جامد قوي. معلش انا اسفه لخبطت الكاميرا، معلش انا اسفه، بس هحاول كده. وعلى فكره مش مضر للايدين، مش مضر للايدين ابدا. لو انتوا خايفين على ايديكم برده وزياده عايزين تطمنوا اكتر، ممكن تحطوا معلقتين جلسلين، جلسلين طبي تمام. بس انا عشان مجرباه قبل كده فانا ما بستعملش الجلسلين الطبي فيه. انتوا حابين براحتكم حطوا معلقتين جلسلين طبي يا بنات. بصوا اهو كده تمام اهو اهو كده. طيب انا هعمل ايه تاني دلوقتي؟ انا دلوقتي هسيب الوصفه بتاعتي دي يوم بحاله في الهواء، يعني انا هسيبه زي ما هو كده على رخامه المطبخ تمام، او حته فيه هواء مش مشكله، هسيبه كده يا بنات اهو. وهرجع اقول لكم هعمل ايه تاني، خليكم معايا لاخر الفيديو. معلش يا بنات انا اسفه، انا دلوقتي رجعت الصابون تاني فضيته، مسكت الكيس ورحت مفضياه في قلب الصندوق اللي هو بتاع الاحذيه اللي زي كده تمام اهو يا بنات تمام كده اهو، عشان حسيت ان الصابونه بتاعتي هتبقى سمكها رقيق، انا عايزه سمكها عريضه كده تمام. فانا رحت شايله الكيس بتاعي الصابون بتاعي ورحت كباه في قلب الصندوق اللي هو اللي انا قلت لكم عليه بتاع الاحذيه. طب خد معايا الصندوق ده وخد معايا علبه كده، العلبه دي اللي هي بتاعت الوجبات تمام يا بنات اهي، برده فيها كيس اهي، رحت افصل بيها كده وايه، هسيبهم على الرخامه ينشفوا زي ما قلت لكم كده. هسيب العلبه بتاعتي وهسيب العلبتين دول ينشفوا على الرخامه، مش هاجي جنبيهم لغايه ليله بكاملها، وهرجع اقول لكم هعمل ايه تاني. قلت لكم تاني يا بنات الصابون ده يا دوبك ما كملش ليله، يعني انا عملته دلوقتي احنا بالليل تمام كده، يعني خد له بتاع 6 ساعات تمام كده يا بنات. بصوا نشوف ازاي، هنطلعه مع بعض وهنقطعه. الصابون ما يقعدش يا بنات اكتر من ليله عشان تعرفوا تقطعوه وتتصرفوا فيه، لو قعدناه اكتر من كده هينشف جامد، مش هتعرفوا تتصرفوا فيه، مش هتعرفوا تقطعوه. قطعوا اهو، بصوا هركن ده كده على جنب اهو تمام كده اهو. بصوا نشف، وبعدين الفلاش هو مفتحه اول، كان هو اصفر جدا تمام كده اهو، وابتدي اقطع الصابون بتاعنا. بصوا اهو خلاص هنقطعه مع بعض اهو، تقطيع بقى اللي يعجبكم اللي انتوا عايزينه قطعوه. بصوا كده مثلا، تاخدوا بالكم يا بنات على قد ما تقدروا، انتوا ما تسيبوش الصابون ينشف اكتر من كده تمام. بصوا كده عشان هو لسه طري شويه من جوه، عشان تقدروا تقطعوه بعد كده تسيبوه بقى يكمل نشفانه براحته، بس اهم حاجه عشان نعرف نقطعه. كده يا بنات هنقطع بقى التقطيع اللي يعجبكم، الحجم اللي انتوا عايزينه براحتكم قطعوه، متوسط عايزينها كبيره براحتكم اهو كده. بسم الله اهو هنقطع بقى ايه بالطول تمام كده اهو، هنقطعها بقى ايه بالطول كده، هو لسه هيكمل نشفانه تاني يا بنات، يعني هو لسه منشفش قوي، بس لو تقدروا بصوا تقدروا تمسكوا الصابونه كده في الصابونه اهي، بصوا اهي وايه ونقطعها مع بعض. بصوا نشفت بس لسه هتكمل تاخد لها يومين تاني تمام كده اهو. بصوا اهو طيب هنقطع معاكم التانية، الصندوق التاني كمان طلعت كتير قد ايه، ادي ده الصندوق التاني هنطلعه برده كده اهو. اهم حاجة لازم يا بنات نحط الكيس دي لازم عشان بس بيطلع معانا بسهولة. حلو جدا جدا يا بنات والله، مش مضر للايدين على فكره، وبعدين الليمون اللي احنا حاطينه فيه هينعم الايدين جامد جدا، وهيدي تفتيح حلو قوي. بصوا اهو كده اهو، هنبتدي بقى نقطع كده. بصوا يا بنات اهو، تقطيع بقى اللي انتوا حابينه براحتكم خالص، انا عشان مشغله الفلاش فممكن يكون فاتح قوي لون الصابون، لكن هو لونه حلو جدا.
بصوا اهو غنقطع بقى ايه كده زي ما انتوا حابين الحجم اللي انتوا حابينه قطعه. وانا بحب الصابونه كبيره، انتوا حابين تقللوا عن كده برضو ارجع لكم انتوا بحبكم اهو كده كمان اهي اهي الصابونه اهي. بس انا عايز اساوي من فوق شويه سوى لسه طري شويه ما نشفش قوي. خدوا بالكم يعني من النقطه دي هاني. ليه بنقطعه دلوقتي؟ عشان لو قعد لتاني يوم تمام كده هيحجر جامد، هتقدروا يعني هتحاولوا تقطعوه هتحاولوا انتوا تكسروا فيه هتبقى شغلنا. لا هو كده كويس قوي قوي قوي، هكمل وارجع لكم تاني يا بنات. كده ده كده كان الصابون بتاعي كده هو نشف، كل ما هيقعد يا بنات كل ما هينشف اكتر. بصوا كده انا قطعته معاكم بالليل زي ما وريتكم، ده كده احنا تاني يوم تمام كده. بصوا يا بنات صابونه تحفه بامانه جميله، وريحتها كمان ليمون خالص، زي عامل زي صابون الصلايت ريحته ليمون جدا. القشر الليمون يا بنات نحتفظ بيه، حطه في كيس اي قشر ليمون عندنا، خلي كيس في الفريزر نحط فيه على طول قشر الليمون اللي احنا بنستخدمه. بامانه قشر الليمون مفتح للايدين، منعم للايدين، منظف جدا للالمونيا والستلس، تحفه تحفه تحفه، ومدي ريحه جميله. الزيت طبعا احنا بنتخلص منه وبنرميه في الزباله، بنرميه في الاحواض، بسد الاحواض. لا احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتخلصش من الزيت والكلام ده كله. اي حاجه بنات نقدر نعيد تدويرها نعيد تدويرها، مش هيجرى حاجه يعني، حاجه هنستفاد منها. بصوا 2 لتر زيت كلفناش حاجه، حاجه من بيتنا بنرميها في الزباله. بصوا طلع معايا كميه صابون قد ايه، ومش ضار للايدين ولا ضار لاي حد. الصودا الكاوي يا بنات مجرد ما الصابون نشف خلاص مفعولها بينتهي، يعني ما بتاثرش على الايدين باي شيء تمام كده. الكربوناتو كمان مساعد معايا اكتر في تنظيف الحاجه، يعني وصفه ممتازه. جربوها يا بنات حلوه جدا، هتعجبكم جدا، حلوه في كل حاجه للمنزل، حلوه قوي قوي قوي، صدقوني جربوها حلوه قوي. طيب هقول لكم ايه تاني، انا هسيبه كده برضو براحته يكمل نشفانه تاني، كل ما يقعد اكتر كل ما ينشف اكتر. هو زي ما وريتكم كده، بصوا هو زي ما انا وريتكم كده، هي كده الصابونه خلاص نشفت معايا حلوه جدا تمام. انا هسيبها تاني برضو كده، كل ما بتقعد بتنشف اكتر واكتر واكتر، واستعملها بقى في المواعين وفي في الغساله العاديه. لو عندكم غساله عاديه ممكن نبشرها ونحطها في الغساله العاديه، عندكم اوتوماتيك ممكن نبشرها وننقع بيها للغسيل. تعرفين اللي عنده اطفال البقع في الهدوم والكلام ده كله، كربوناته مع البوتاس مساعد يطلع البقع لاي بقع مستعطيه تمام كده يا بنات. يا ريت يا بنات لاول مره يشوفوا الفيديو يا ريت يشرفني اشتراك في القناه وتشجعوني باللايك. مستنيه التعليقات بتاعتكم على الفيديو الصابون، مستنيه الكومنتات. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه عشان الناس كلها تستفاد ان احنا ما نرميش حاجه في الزباله، كل حاجه نستفاد منها ببيتنا. مطبخ مبرد معاكم، اشوفكم على خير في كل جديد ان شاء الله. هعمل لكم فيديو جديد، هعمل لكم فيديو عن استعمال الصابون ده، نستعمله بايه ونستعمله ازاي ونستعمله بقد ايه. اشوفكم ان شاء الله على خير يا بنات، السلام عليكم.